وصورتنا حكاية. حكايتنا النهاردة عن سبب ترحيل الفنانة ميادة الحناوي. ميادة الحناوي كانت زوجة وزير الداخلية السوري عدنان دباغ، وده كان صاحب الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكان الموسيقار معزوم عنده على الغداء، وسمع صوت ميادة وطلب منها إنها تروح القاهرة عشان صوتها جميل جدا، لكن زوجها طبعا في الوقت ده وزير الداخلية رفض. وبعد وفاة جوزها راحت للقاهرة بدعوة من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي أقام لها حفلة عشان شهرتها. وبعد ما اشتهرت فعلا حست نهلة القدسي اللي هي زوجة محمد عبد الوهاب بإحساس الغيرة عندها الحاسة السادسة، بقى حست إن جوزها مهتم جدا بالفنانة ميادة الحناوي، وطلبت نهلة القدسي من وزير الداخلية نبوي إسماعيل ترحيل ميادة الحناوي فورا من مصر. وفعلا راحوا شقتها بالزمالك علشان يرحلوا، لكنها استنجدت بصاحبتها فايزة أحمد. لكن فايزة أحمد معرفتش تتصرف، وعرفت إن الأوامر جاية من فوق وطلبت منها تنفذ الأوامر. في الوقت اللي هي كانت بتترحل فيه كان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بيعمل لها أغنية في يوم وليلة. اللي ضايقها قوي بقى إنها بعد ما مشيت من مصر خالص سمعت وردة بتغني في يوم وليلة، وده اللي سبب لها غضب وزعل شديد. لكن ميادة الحناوي ما رجعتش مصر إلا بعد 13 سنة بعد وفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.